نعم، أستاذ محمد يتفضل. السيدة أم محمد تتفضل. ألو، اتفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. أنا عندي سؤال، معلش تجاوبني بعد ما أقفل لو سمحت. نعم؟ عندي سؤال بس حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل. اتفضلي. أنا تعبانة، المفروض يعني أنا هنشيل الرحم بعد العيد. ماشي؟ بس أنا بينزل عليا دم. أنا بشوف بس ما بصليش. فانا باخد علاج يعني. يعني حضرتك هتشيل الرحم؟ حضرتك معلش خليني اقول لحضرتك اللي انا بحاولت اسمعه عشان الصوت مكتوم شويه. حضرتك هتشيل الرحم وبينزل عليكي دم، صح؟ اه بينزل عليكي دم. الدم دوت بعد ما شلت الرحم؟ لا انا لسه هشيله بعد العيد، انا كنت المفروض هشيله في رمضان بس هم قالوا لي بعد العيد. طيب انت عندك حضرتك عاده انت عارفاها وعارفه لون الدم وعارفه ريحته وعارفه شدته؟ يا دكتور لا، انا عندي 52 سنه، الدم ده راح من زمان. اه يعني انت انقطع الدم خالص؟ اه من زمان. اه فانت وصلتي الى سن اللحيض؟ اه. من كام سنه؟ بقالي 4 سنين ما بنزلش. فانت 4 سنين دلوقتي ما بتحضيش؟ اه. لا، اللي عندك دوت خلاص، ده اصبح استحاضه، ده وده دم جاي من المرض اللي تسبب في نزول هذا الدم. فالدم اللي بينزل ده بسبب المرض، واحنا عندنا دم الاستحاضه اسمه دم مرض، مش دم صح. فانت في الحاله دي اذا كان الدم بينزل ده بسبب هذا الامر، فده دم زي ما حضرتك تعبرت في الاول خالص، ده دم نزيف مش دم حيض، لان خلاص احنا خلاص انقطع الحيض بقالنا 4 سنوات، واللون دوت مش هو لون الدم، فيبقى دوت نزيف. وربنا ان شاء الله يسلم حضرتك ويجمع لك بين تمام الاجر والعافيه يا رب العالمين.